السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هنتعرف على أفضل وأسرع متصفح في العالم. لو حضرتك حابب تعرف هنحمله ازاي ونسطبه ونظبط الإعدادات بتاعته ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. قبل ما نبدأ الفيديو بإذن الله، طبعا أرجو إن أنت تدعمني باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. طبعا المتصفح اللي انا بتكلم عنه النهارده اسمه متصفح كروميوم، وده متصفح انا جربته بناء على مقارنه ما بين العديد من المتصفحات. فمتصفح كروميوم اللي انا بتكلم عليه ده يعتبر من اسرع وافضل المتصفحات في العالم في تحميل الصور والفيديوهات وفتح الصفحات بتاع الانترنت وفتح جميع المواقع بمنتهى البساطه واليسر. طيب، اول خطوه هنعملها عشان نحمل المتصفح، كل اللي انا هعمله هفتح اللي هو المتصفح اللي موجود على جهازك، وتيجي تكتب اللي هي كلمة كروميوم. تمام كده؟ بقى تضغط على انتر. تمام كده، ونبدأ ننزل مع بعض لحديت ما نوصل لصفحة التحميل. زي ما حضرتك شايف كده اللي هو داونلود كروميوم، هضغط هتفتح معايا الصفحة بالصورة ديت. تمام، هتبدأ تختار النوع اللي يناسب حضرتك، يعني انا حسب نوع الويندوز اللي موجودة عندي. فلو كانت الويندوز اللي موجودة عندك 64 بت هتختار النسخة دي، ولو كان الويندوز اللي موجود عندك 32 بت هتختار النسخة دي. طبعا انا الويندوز اللي موجود عندي ويندوز 10 64 بت، فاختار النسخة دي. اما لو حضرتك كان الويندوز بتاعك ويندوز ايا كان بقى نوعه 11 او 10 او ويندوز 7، هتختار النسخه اللي هي 32 بت. هتضغط على الداونلود. تمام كده، هيبدا يظهر على طول معاك عمليه التحميل. تمام، طبعا انا مش هحمله لان انا قمت بعمليه التحميل دي قبل كده. حضرتك بعد ما بتحمله بيظهر معاك بالصوره ديت، ده الملف اللي احنا هنعمل منه عمليه السيت اب. كل اللي انت هتعمله هتقف عليه. تمام كده، وتضغط كليك يمين، وبعد كده تعمل تشغيل كمسؤول. طبعا عملية تسطيبه سريعة جدا، انت هتضغط تقول له نعم وتنتظر لحظات بسيطة، هتلاقي المتصفح بتاعك تم تسطيبه على جهاز الكمبيوتر بتاعك بمنتهى البساطة. لحظات بسيطة، نتابع مع بعض. زي ما حضرتك شايف كده تم تسطيب المتصفح بتاعنا على جهاز الكمبيوتر في لحظات بسيطة. دي الأيقونة بتاعته اللي موجودة على سطح المكتب، وزي ما حضرتك شايف كده فتح معايا مباشرة. والصفحة الافتراضية اللي موجودة على المتصفح هي اللي هي جوجل، يعني اللي هو محرك البحث اللي موجود عليه الافتراضي اللي هو جوجل. طيب، المتصفح ده فيه إمكانيات جميلة جدا، وفي نفس الوقت متصفح سريع جدا في فتح الصفحات. يعني مثلا لو أنا حابب إن أنا أفتح اللي هو اليوتيوب، أوري لحضرتك مثلا يوتيوب، انا بمجرد ما كتبت الكلمه ظهر عندي على طول اللي هو محرك البحث بتاع اليوتيوب. اضغط هتلاقي حضرتك تم تحميل اللي هي صفحه اليوتيوب مباشره. تمام، كل اللي انت هتعمله ان انت بس حسب سرعه الانترنت، لكن هو بيفتح الصفحات بسرعه كبيره جدا. زي ما حضرتك شايف كده فتح معايا اللي هو الصفحه الرئيسيه لليوتيوب بمنتهى البساطه واليسر. طيب، لو انا فتحت صفحة جديدة هقفل الصفحة ديت. تمام كده، هو هقفل ديت، وهنا مجموعة من التذكيرات. في ميزة جميلة جدا في المتصفح ده، تمام، ان هو ممكن تعمل له عملية تخصيص، يعني تغير الشكل بتاع المتصفح بتاعك لمجموعة كبيرة جدا من الاشكال. لو انا حابب مثلا اخليه بالصورة ديت او بالصورة دي، تمام، او بالصورة ديت او بالصورة دي، تمام، فانت هتختار الشكل اللي هيناسبك في العديد من الاشكال والاشكال. تمام، كل اللي انت هتعمله هتختار الشكل اللي يناسبك. انا كنت بفضل اللي هو الشكل الهادي، بس حضرتك هتختار الشكل اللي يناسبك. طيب، هنقفل الصوره ديت، نيجي ندخل على الاعدادات بتاع عمليه التصفح. هتلاقي تقريبا الاعدادات مشابهه تشابه كبير جدا للي هو متصفح كروم. هندخل على الاعدادات. تمام كده، هوت هتبدا انت حضرتك اللي هي انت وجوجل. تمام، هنا ممكن تختار اللي هي زي ما قلت لحضرتك الشكل اللي يناسبك، وهنا ممكن تختار الصوره المصغره اللي تظهر في المتصفح
بتاعتك. زي ما حضرتك شايف كده، دي الصورة المصغرة اللي أنا اخترتها، ممكن أغيرها زي ما حضرتك يا ترى قالت. زي ما حضرتك شايف كده، كل ما بغير تبدأ الصورة تختلف. تمام كده. هنا طبعا الملء التلقائي مفيهوش أي حاجة. هنيجي هنا عند الخصوصية والأمان. أنت هنا حضرتك المتصفح ده من أكتر المتصفحات نوع في امان. يعني انت لو انا انتقلت الى اللي هي الانتقال الى ميزه الامان، زي ما حضرتك شايف كده، هو هنا محدث والتصفح الامن فعال. يعني انت تتصفح الانترنت بتاعك بامان، وفي نفس الوقت بيحذرك من المواقع اللي هي الخطيره. لو انت دخلت على موقع من المواقع الخطيره، هو بيبدا ينبهك ويعرفك. تمام كده. هو هدخل برضو هنا على اللي هو محرك البحث. انا ممكن اختار المحرك بتاع البحث اللي انا عايزه، طبعا هو الافتراضي بتاعه جوجل. انت عندك اكتر من محرك بحث ممكن تشتغل بيه. كل المحركات دي في امكانك ان انت تشغلها. يعني انا لو حبيت ان انا اغير، هفتح صفحة جديدة، هتلاقي محرك البحث بتاعك تم تغييره بمنتهى البساطة. طب لو انا حابب ان انا ارجع، زي ما حضرتك شايف كده، غيرت على طول محرك البحث بتاعي لمحرك بحث بينج. تمام. ممكن ارجع بمنتهى البساطة واختار اللي هو محرك البحث اللي انا عايزه ارجعه لجوجل. لو فتحت صفحة جديدة، هتلاقي حضرتك رجعت المتصفح جوجل بتاعك. طبعا عملية تنزيل الملفات فيه جميلة جدا. يعني لو انت مش حاطط برنامج تحميل، هو هيبقى فيه إمكانية لتحميل الملفات. باقي الإعدادات أنا هترك ليك إن انت تشاهدها بنفسك وتجربه في عملية فتح الصفحات. يعني مثلا لو أنا كتبت مثلا عالم كمبيوتر والبرامج، اللي هي الصفحة بتاعت القناة بتاعتنا، زي ما حضرتك شايف كده هتفتح معايا على طول عالم الكمبيوتر والبرامج. لحظات بسيطة وهتبدأ معايا. طبعا الموضوع ده حسب سرعة الانترنت اللي موجود عندك. زي ما حضرتك شايف لا كده، تنسوا فتحت معايا على طول صفحة القناة بتاعتنا. تمام. اللي هي عالم الكمبيوتر. التحميل بتاع المتصفح سريع جدا جدا جدا. زي ما حضرتك شايف بيحمل الصفحات والفيديوهات بمنتهى السرعة. تمام. هترك ليك طبعا ان انت تجربه، وتذكر لي رأيك في التعليقات، سواء كانت تعليقات ايجابية او سلبية، انا برحب بيها. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، ما تنسناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.